امتدادنا يعني للوطن العربي الإسلامي هذا أمر طبيعي. إحنا ماذا بينا كل علاقاتنا بمحيطنا، محيطنا الإفريقي، محيطنا الجواري، محيطنا العربي، محيطنا المتوسط، محيطنا السياسي، فماذا بينا يكون كل محيطنا مع علاقات جيدة، لأن صناعة حسن الجوار، صناعة يعني حسن الصلة يصنع من خلاله الأمن والاستقرار. فقط كذلك الدبلوماسية والعلاقات والسياسات مصالح للسعودية، مصالح في الجزائر وللجزائر مصالح، وبالتالي نحافظ ونحمي مصالحنا، هذا أمر طبيعي وعادي.